سيدة درت العملية بخير وعلى خير، موقع عليها والو. درت العملية مع الجوج تقريبا ديال نهار الجمعة، الجوج تات عندها زيادة وكل شيء بخير، كضحك ناشطة بخير وعلى خير، تدوي معنا اون فيديو كل شيء. ومشينا للزيارة ديالها مع الستة شفناها كل شيء، كندويو معها حتى تقريبا فاش سميتو زمان التليفون حتى لثلاثة الصباح فاش تقطع التليفون. وسيدي في الصباح مشينا أنا وراجلها أنا والخوادرين، مشينا هكا في الصباح يلا دخلنا، تنتسناو وقت الزيارة دخلنا مع السبة، قال لنا ما غادخلوش راه عندها الطبيب. مالها؟ راه في حالة غيبوبة. يا سيدي في حالة غيبوبة، نتسناو تسناو ربع ساعة، ربع ساعة خرجوها في سميتو باش يدخلوها لامبيلونس. قلنا على سميتو مال هاد السيدة، قال لك غديوها الحسن الثاني، عندها فقر الدم بالهضرة، عندها فقر الدم. او تدخلوا الاطباء قال لك باش يشوفوا يعالجوها هي الاول في سميتو في الامبيلونس. واحد شويه مشيت عند الشيفور قلت له خصك تمشي، راه قلت له يا سميتو، قال لي ما عندي كيف نتحرك، راه عطا وانا ما عطاوني لا ورقه لا والو باش نمشي من هنا باش نتحرك باش نبوج. نص ساعه هما كيديروا بحال بدا سميتو، قال لي اللي كيعالجوها باش يشوف شنو سميتها شنو تما. قال لي ودي السيده البركه في راسكم راه توفات، اش ما كاين معاه، ما تتركوش شي خبر. تنتسنى في المدير يدخل، ما دخلش مع تسعود وما دخلش مع العشره، ما كاينش. مشينا قالوا لي راه كاين واحد السيد اللي مكلف بمستودع الاموات ومكلف بسميتو، هو اللي مكلف بالاموات هو قبل هذا الشيء. يلا مات السيده، فاش قالوا لنا مات بواحد شويه، مو لامبيلونس بغا يمشي بلامبيلونس. قلت له فين غادي؟ قال لي مستودع الاموات. علاش السيدي؟ صافي. قلت له حرك ما تحركش تما حتى نشوف شنو راه السيده، خصنا نشوف شنو وقع عليها. شي واحد اللي يعطينا شي تقرير طبي ولا شنو وقع للسيده؟ ما كاين والو. صافي حتى تدخل خويا تما، تدخل قال لي اودي شنو راه ما كاين مع من نهضروا، غنشوفوا مع واحد تما، واحد المسؤول اللي قلت لك مسؤول بسميتو بالمستودع الاموال، هو مشى بالزربه بغى يعمر شهاده الوفاه ويعمر مسائل. قلت له سيدي خصك تعطينا التقرير الطبي هي الاولى. مشى معايا دخل مركز الولاده كيقلب مع من يهضر، قال لك تما يعمر له، ما لقى حتى واحد اللي يعمر له شي تقرير طبي. خرجنا انا وياه، قال لي يا سيدي غنعطيك التقرير الطبي غير شفويا، السيده راه كان عندها النزيف. قلت له خصك تعطيني الدليل في هذا الشيء، قال لي انا ما عندي ما نعطيك، اللي مسؤولين اللي المدير هو اللي غيعطيك هذا الشيء. صافي بقينا حتى شي 12، 12 مشى ذاك الحاج، عيط واحد تم مسؤول كيف ديك مسؤول عيط لومبيلونس، لومبيلونس صيفتو فيها السيده في الاول شي جمعيه، واحد الجمعيه سميتها شي جمعيه ما نسيت السميه ديالها، اللي مكلفه كتغسل في الاموات وهذا الشيء. خسروا ليها السيده بلا والو، بلا حوايجها، بلا المنطط، بلا الحوايج اللي لابسه، خسروها غير بحوايج ديالها بيض. الجمعيه خايفه منها ما بغاش يستقبلوها، قالوا لهم هاد السيده عطيونا اوراق ديالها، مالها شنو وقع عليها شنو عندها. قالوا لهم هاد الشيء، قال لهم مولا بينوس هاد الشيء باش صفتوا لينا هاد السيده، ما عندنا ما نعطيكم، ما عندنا ما سميتو. الجمعيه غسلهم، قال لهم اسيدي راه غسلنا السيده ولكن غديوها في لومبيلونس اللي هي بريفي، ما عندنا حنا ما تدخلوش لومبيلونس ديالنا، ما غتحملش شي مشكل من هذا الشيء. صافي هذا الشيء اللي وقع، جبت لومبيلونس سميتو للسيده المقبره، صافي حتى شي تحقيق ما كاين.